يحصل كذا 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 لا قدر الله بعد عمر طويل مثلا بعد وفاتي، او انا بوصيك انك تعمل واحد اتنين تلاتة، فهل احنا كده نقول ان هي دي الوصية، ولا لازم تكون كمان الوصية دي مكتوبة مش مجرد كلمتين اتقالوا؟ بنسمع كتير عن الكلمة دي ومش عارفين ابعادها ايه، ولا كمان قانونيا نتصرف بها ازاي. منورنا طبعا المستشار احمد فوزي حجازي، نتكلم معاه بقى بالتفصيل عن موضوع الوصيه ده ونفهم منه كل حاجه. سياده المستشار منورنا كالعاده. ميرسي يا شيف، اهلا بيك. اهلا بيك. يمكن احنا موضوعنا زي ما انا كده بدات الموضوع عن الوصيه. تمام. فممكن نبدا من انهي حته؟ حاضر. شوف، الوصيه يمكن احنا يعني بناخدها من بنتناولها من خلال البرنامج هنا تناول جديد خالص. حلو. تناول بنحل بيه مشكله، ويمكن احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا شويه فيها، بنحل فيه مشكله ونلخص اللي قلناه بسرعه الحلقه اللي فاتت عشان ما كانش حد سامعنا عشان يعرف يمشي معانا في الموضوع. احنا بنحل بكلمه الوصيه اللي حضرتك قلتها دي مشكله كبيره جدا. هل تتخيل ان الجمله اللي حضرتك قلتها دي ممكن تشيل مش اقل من 20% من القضايا اللي موجوده في المحاكم في المنازعات؟ 20% ده رقم كبير جدا جدا، لان النهارده اصبح صراع الاخوات في المحاكم بقى شكل ويخض. الاب يتوفى بعد الوفاه. الاب توفى وترك عماره مقطعين بعض عليها، انت تاخد الدور انهي وانت تاخد ايه وانت تاخد ايه وانت تاخد ايه. هل تعلم بقى ان الكلام اللي احنا هو ممكن نقوله يخلي الامور دي ما تحصلش بعد وفاه الاب مثلا؟ ازاي؟ الوصيه من حق الاب ان يوصي في حياته، تمام؟ لولاده بيقسم لهم الميراث. بيقسم لهم ميراث. وهذا التقسيم يسري بعد الوفاه. الاول عايزين نقول حاجه للناس. لازم يكونوا موجودين في كتابه الوصيه او حاجه، ولا هو يكتبها لوحده؟ يكتبها لوحده. خالص. تمام؟ احنا عايزين نقول ايه برضو، نعرف الفرق بين الوصيه والبيع والهبه مثلا. ماشي. الوصيه دي تصرف مضاف الى بعد الوفاه. يعني ايه تصرف مضاف بعد الوفاه؟ يعني طول ما انا عايش كل المال اللي انا كتبته وصيه لسيادتك اقدر انا اتصرف فيه وابيعه والغي الوصيه واعمل اللي انا عايزه. هو فلوسي، هو كانه عقد بيتم الاعتراف بيه بعد حدث معين. بالظبط، بالبساطه اللي انت قلتها. بعد الوفاه يقدر تدخل الوصيه دي حيز التنفيذ. تمام. فاذا الوصيه دي فائدتها في ايه؟ ان الاب او الام لما تكتب الوصيه لاولادها ما زالت متمسكة بالمال. حلو. ما زالت المال تحت ايدها وما خرجتهوش، وتقدر تتصرف فيه زي ما هي عايزة. ماشي. دي النقطة الأولى. طب النقطة الثانية، هو أب عنده عمارة وفيلا وشقة في حتة ممتلكات كتير، عايز أولاده بعد الوفاة بيتخانقوا زي ما أنت تعرف، وكلنا بنشوف طبعًا. الظاهرة اللي انتشرت دي مع الأسف بين الإخوات وفي المحاكم. ده حقيقي. طيب يقدر يعمل إيه الأب؟ يجي يكتب وصيته، يقول انا وصيت لمحمد بالدور الفلاني، ولاحمد بالدور الفلاني، ولبنتي بالدور الفلاني. ويقسم المال بالتفصيل بتاعه بالتفصيل، الشقه رقم كذا لفلان. يبقى الاب مات، مفيش حد بقى يقول له ايه، طب ما تديني الشقه اللي انت قاعد فيها، طب ما نعمل فرز وتجنيب، نعمل عقد اسمه، ويمرمطوا بعض في المحاكم. فشوف انت الوصيه بتحل لنا ازاي لو الناس عرفت. يعتد بيها قانونا وتمشي. طيب.